مشروبات يتناولها الملايين قد تؤدي إلى العمى. تغيير واحد في العين يمكن أن يشير إلى عدد من المشاعر والمشاكل، من قلة النوم إلى العدوى من الغضب. وفي عالم اليوم المليء بالشاشات، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يعتني الناس بصحة أعينهم. هناك عدة طرق يمكن للناس من خلالها إدارة صحة عيونهم. واحدة من أكثرها شيوعا هي قاعدة 20-20-20. تتضمن هذه القاعدة النظر بعيدا عن الشاشة كل 20 دقيقة إلى مسافة 20 قدما لمدة 20 ثانية. حيث وجدت العديد من الدراسات أن النظام الغذائي يمكن أن يكون له تأثير قوي على صحة العين، وفي حين أن بعض الأطعمة يمكن أن تحسن الرؤية أو تحافظ عليها، فإن البعض الآخر يمكن أن يكون له تأثير معاكس. ووفقا لدراسة أجريت في عام 2018، يمكن أن يؤدي تناول أكثر من 4 علب من الصودا الدايت مشروب غازي أسبوعيا إلى حالة تعرف باسم اعتلال الشبكية السكرية التكاثري، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية. اعتلال الشبكية السكرية هو أحد مضاعفات مرض السكري، تصفه هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا الحالة بأنها ناجمة عن ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى تلف الجزء الخلفي من العين.